أهلا بيكم. السؤال اللي بتسأله دايما عن يا دكتور قسطرة قلب خطيرة، يا دكتور أنا خايف أعمل قسطرة، حضرتك طلبت مني قسطرة، لا أنا خايف، أنا ما أعملش قسطرة، أنا ممكن أموت في القسطرة. يا جماعة القسطرة دي إجراء أشعة تداخلية بسيط جدا، ما لا يعني يدعو للخوف نهائيا. هي القسطرة القلبية دي بنستخدمها لتشخيص قصور الشريان التاجي وعلاجه إذا احتاج علاج. الموضوع بيبقى بسيط جدا، عن طريق الفخذ او عن طريق اليد بنركب كانولا بسيطه خالص، بناخد قبلها بنج موضعي، وبعدين بعد كده بيتم ادخال القسطره من داخل الكانولا. المريض ما بيحسش بحاجه لان الشريان داخله ما فيش احساس، وبنوصل لحد الشريان اللي احنا عايزين نصوره، بنحقن جواه الصبغه اللي احنا محتاجينها عشان نلون الشريان لان الدم ما يبقاش ليه لون جوه. بعد ما نلون الشريان بنشوف الدقيق اللي موجود. العمليه دي بتاخد لها من 3 ل 10 دقائق تاثير تشخيصيه. بعدها بنخلص ونطمن ونشخص فعلا في قصور او مفيش قصور، المريض بيخرج عادي خالص ونبقى اطمننا عليه. في قصور بنحتاج قسطرة علاجية، بنسحب القسطرة التشخيصية من الكانيولا وبندخل مكان قسطرة علاجية، وبتدي عملية توسيع وتحضير الشريان لتركيب الدعامة عن طريق ان احنا بندخل بالون الاول بنوسع بيها الدقيق اللي موجود، وبعد ما بنوسع الدقيق اللي موجود بنسحب بالونة وبندخل الدعامة اللي محتاجينها. هي خطيرة؟ مفيش حاجة البني ادم بيعملها متبقاش خطيرة، بس مع التمرين والتدرب والناس المهارة اللي الناس بتكتسبها من كتر الشغل في اماكنها والشغل الكتير في المستشفيات الكتيرة، البني ادم اكتسب مهارة الحمد لله بتخليه حتى لو في نسبة خطورة بيعرف يتعامل باذن الله مع المخاطر ديت ويعرف يعالجها لو لا قدر الله حدثت. فهي مفيش حاجة مش خطرة، اي بني ادم بيعمل اي تدخل بيبقى فيه نسبة خطورة. نسبة الخطورة في القسطرة التشخيصية 1 في 1000، يعني كل 1000 واحد بيعملوا قسطرة واحد منهم ممكن يحصل له مضاعفات، وبتبقى مضاعفات فاريانت مختلفة تماما وكلها ان شاء الله مقدور عليها. اما في القسطرة العلاجية اللي بتبقى توسيع وتركيب دعامة نسبة المضاعفات فيها بتبقى 1 في 100، يعني نسبة برضو تعتبر مش موجودة، نسبة بسيطة جدا. كل دوت عن طريق توفيق ربنا سبحانه وتعالى والتدريب للدكاترة المتدرباه بتعرف تعمل قسطرة ديت وتتحكم ان شاء الله في نسبة المخاطر ديت. فانا بطمن الناس بقول لهم ما تخافوش، قسطرة بقت حاجة سهلة جدا بتعمل بمنتهى الامان، وان شاء الله هتعمل قسطرة وهتخرج بمنتهى الامان وتطمن على قلبك وشرايينك على خير باذن الله. شكرا، مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية.